مزيكا فام الإذاعة الأولى في تونس. لو بوان ايبارني بي تي كا يرجع لكم بالربح ويهدي لكم كل يوم ان ليفري ديبارني بقيمه 300 دينار. ما عليكم كي تدخلوا على باج فيسبوك بي تي كا جروب بي بي سي او. بي تي كا لا بانك دو فوز امبيسيون. البي تي كا ترجع لنا بالربح مع لو بوان ايبارني من 25 نوفمبر حتى 14 ديسمبر 2019. ثاني يوم لك كل نهار بحذا اجونس من ايجونس البي تي كا اللي باش نقول لكم عليها في كل صباح. اليوم تلقاو مالك قدام لاجونس بي تي كا ارينا باش تربحوا معاه ليفري ديبارني بقيمه 300 دينار. كما قلت لكم عليكم كان تدخلوا على باج فيسبوك بي تي كا جروب بي بي سي او. دونك نعاود لا باج فيسبوك بي تي كا بي بي سي او وتلايكيو لا بوبليكاسيون اللي موجوده وتلايكيو زاد الباج نتاع البي تي كا وزاد تبارتاجيو البوبليكاسيون هذيا وتلوجوا على مالك اللي تلقاوه اليوم قدام لاجونس نتاع اريانا. دونك وتربحوا معاه الليفري ديبارني. صباح النور مالك. مرحبا بك سيدي. صباح الخير حسن. صباح الخير اسمعوا فينا كل على موزايك اف ام. احنا موجودين كما قلت في شارع الحبيب بورقيبه قدام لاجونس نتاع البي تي كا. إذا أنا جيت نقاش كون حاضر ديجا نقاش كون ملايك إيباج نقاش كون بارتاجي لفبليكاسيون وعارف روحه شو يعمل إكزاكتمو معنا اليوم صبري سويسي. صباح النور. صباح النور وفلو الاسمين بفورما إن شاء الله. يظهر لي صاحبك كلمك قالك أول مرة مع عمري مشوفتك بارتاجيت فبليكاسيون بارتاجيت فبليكاسيون طيب بتكا أي بزم مع الموسيقى بارتاجيت. وقت جيت من هوني؟ سبعة ودرجين. بالضبط. وين تسكن صبري؟ نسكن حي مليح. حي مليح أنا ودريان. ودريان هاي. الببليكاسيون تاع اليوم شنو تقول صبري؟ الببليكاسيون تقول لو بلان ايبارن لوجمون بي تي كا اي ديستيني ا تو سو كي ديزير اكيغيغ او كونستروير ان لوجمون. والله الله عليك. الإجابة واضحة برشا. حافظ درس مليح مليح. حافظ درس. صبري مبروك عليك دفتر الادخار بقيمة 300 دينار من هذا البي تي كا. مبروك عليك. شكرا بارك الله فيك. وسكي باغي كو تي زاد ولد لاجونس. ولد لاجونس صحيح. يعني عندك كونت في لاجونس وتجي تتعامل مع البي تي كا. اي صحيح عندي ايبارني وكورون. ايبارني وكورون دونك تسمع مليح احسن حافظ درس مليح مليح صبري اليوم. ان شاء الله مبروك عليك. مبروك عليك دفتر الادخار بقيمة 300 دينار. احنا كل يوم احسن نكونوا موجودين قدام واحدة من ليزاجونس نتاع البي تي كا. اي بيان سور اذا كان طلبوا معنا الجو تبارتاجيو الببليكاسيون تحطوا لايك على باج بي تي كا جروب بي بي سي او وان شاء الله تكونوا مربحين دفتر ادخار بقيمه 300 دينار. شكرا لك مالك ومبروك للرابح صبري السويسي. ما تنساوش غدوه تلقاو مالك بحذا لاجونس بي تي كا مون بليزير. كونوا في الموعد باش تشاركوا وتربحوا دفتر ادخار بقيمه 300 دينار من اهداء البي تي كا.